بخير، السلام عليكم. زوز عوام حرس سجون وسلاح. هو اليوم مروحين من الخدمة، تعدينا البنكة وقدام منطقة، تعدينا البنكة باش نجدو الفلوس الصباح. هاي هذا خويا البنك واقف لهنا، جينا عاون خويا مرور قالك اعطيني ورق الموتور، اعطيني الكارت غريس، لاسيرونس، الفينيات، البرمي، الورق الكل كامل. قالك خويا اعطيني مفتاح الموتور، الموتور باش نفكه. خويا الموتور عنده ساعة واقف لهنا بنريقلو في الوراق نتاعنا في البنك، واحنا هاك تشوف هاو الزي، فهمتني، وهاو الزي لهنا خويا زوج بالزي. قالك الزي سرق، فهمت كيفاش؟ خويا هذايا سرقنا في الزي، نخدمو احنا تحت علم، سرقنا في الزي. قالك انت الزي سرقو وبيكم وعليكم مصفين، وتشوف المواطنين كيفاش، معناها قدام مواطنين خويا هذايا عمل قدام مواطنين الناس الكل. وقال لي انت اعطيني ترخيص اللي باش يدور، معناها انا زميل عاون امن بالزي، بيتين نخدمو بالليل، روحنا الصباح، يقول لنا انت خويا سرق الزي. هكا معناها وصلنا في بعضنا سرق الزي، نخدمو مع بعضنا نشوف الحال البلاد كيفاش. نافي، وانا واحد من الناس نافي من اخر نقطة لاخر نقطة باش نمشي نخدم ليلتي. في الاخرة نقف باش بالاخرة باش نقف انا نجبد فلوس باش نجم نعيش باش ناكل دارنا. هو امن عمومي الزميل، خويا قال لي انت لازم تعطيني الرخصة اللي انت تدو. وقال لي ازاي سيرقوا باش نفك لك الموتور باش نعمل فيك تقرير اللي انت استعصى. ها خويا حتى من الكاسكا موجود، هاي كاسكا، هاي اثنين كارت جريز، البرمي، الفينيات، الاسيرونس، ورقنا كامل على 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 العاد. هاك تشوف عنا تو ثلاث شوية واقفين لهنا بنهارنا من الصباح، خويا اللي تنجم تعمل حتى شيء، انا قاعدين نستناه، هز الاوراق ومشى. هو الفيديو هذا خويا وصلوها جروم ماكس الاعلى ما نعرفش شان. هنشوفوا كيفاش احنا في بعضنا نخدموا. انا نافي من اخر نقطه لنقطه، نجيب باش ناخذ نجيب فلوس ورقي كامل يعمل فيها هكا. ها جاي رايح تشوفوا من غير ها؟ نعطيك مساع الموتور. قالك ما نعطيك. عليهم مساع الموتور. سامي، الثانيين ويا حاولتي وسامحني مطلوب. ما كامل احترامي ليك.